هنا هرجع لدكتور محمد رشدي علشان ده جزء من الجملة اللي اختتمنا بيها قبل الفاصل، بناء الإنسان المصري. ويمكن أنا هربطها شوية، واعذرني أو اسمح لي، العيال بتاعت الإخوان دول هم مش بس بيشتغلوا على ترويج الشائعة، يعني مش بس قصة أمال ماهر فين فيتكبس كما جرت العادة. أنا أتذكر من 3-4 سنين قالك الدولار يا جماعة خلال 6 أشهر يبقى ب50 جنيه وممكن يوصل ل80. فأنا بس قاعد عمال بفتكر، ترى هو يخرب بيت ده في عز الحرب ما عداش ال18-77 يعني. مهم، فهم بيشتغلوا أكتر على إفساد الوعي المصري طول الوقت. عاوز خلفوا كتير، مش عارف ايه ده، عاوزين ده، اوعى الشرع بيقول كده، اتجوزوا 4 الشرع بيقول كده، مش وهكذا. بتشتغلوا ازاي على بناء الوعي من خلال حياة كريمة؟ حرب الشائعات، حرب الشائعات بالذات بتستهدف النيل من المواطن البسيط اللي هو ما عندوش وقت ان هو يطلع، وما عندوش وقت ان هو يشوف يبحث ما وراء الخبر ايه او ما وراء المعلومة ايه. فبالتالي في مجهود بيبذل علشان اوصل لهذا المواطن وافهمه او وعيه من 3 قطاعات: الجهات الرسمية والقطاع الخاص وجمعيات العمل الاهلي او القطاع او الجمعيات الاهلية، القطاع المدني يعني بصفة عامة. يعني ما اقدرش اقول ان دي مسؤوليه الدوله بس لوحدها، وان هي تحارب الشائعات، وان هي توعي المواطن. بالعكس، هي مسؤوليه مشتركه ما بين هذه القطاعات في الدوله. علشان اقدر اوصل للمواطن ده انا لازم يكون عندي استراتيجيه. الاستراتيجيه دي بتحرك على اساس خطط في التعليم وفي الثقافه وفي الفن. هايل. في التعليم، تطوير التعليم زي ما حضرتك شايف، والهجوم يعني الهجوم الشنيع على تطوير التعليم، واللي الدكتور طارق بيتحمله من كل فئات المجتمع، يعني حتى الفئات المثقفة. طورت التعليم، افكار الاخوان ما بقالهاش مكان. بالظبط. فبالتالي مقاومه التغيير نفسه طبعا. لو لا، انت هتحصرني، هتحصر الفكر بتاعي، لا سيبني اتمدد، سيبني مقاومه الفكر بالفكر. فانا بقاتل هذا الفكر بفكر اكثر وعي منه، اكثر، وببني الادراك لدى المواطن. بناء الادراك بيتطلب تضافر جهود الدوله. ما هو انا مش هينفع اقول له لازم يكون الوعي عندك والادراك عندك عالي وانا ما بقدملوش ميه نظيفه او تعليم او خدمه صحيه او اي حاجه. صح. ما هو لازم، وانا يكون في الحاجه متسقه مع بعضها، في كلام وفي فعل. الدوله بتقوم بهذا الدور مع الشباب، الاحزاب، مع منظمات المجتمع المدني، كل الدور. يعني ما حدش بيقدر يقوم بالدور ده لوحده، احنا محتاجين كل المصريين يشاركوا في بناء مصر. ما فيش حاجه اسمها دول تبع مؤسسه حياه كريمه او دول تبع الاحزاب او احنا كلنا بنشتغل علشان مصر ما ترجعش خطوه لورا. احنا عايزين دايما يكون عندنا نظره للمستقبل. صح. ونحارب كل الاشياء الغريبه على مجتمعنا. احنا الحمد لله لفظنا كل الحاجات الغريبه في فتره وجيزه، يعني جسمنا سليم الحمد لله، عافي، قدر يلفظ كل ما هو غريب عننا بسهوله جدا. يعني انا معاك 100% دكتور محمد رشدي.